إذا إحنا عمالنا بنقول اللزوجة absolute viscosity أو dynamic viscosity منعبر عنها بهاي القيمة الموجودة هون. هلا هي بدها تتناسب مع هي بتساوي تاو اللي حطيتها هون أو اللي هي shear stress اللي حطيته هون. shear stress رمزنا له بالرمز تاو على إشي اسمه ال velocity gradient. انا عمالي بقول انه كل ما زدت الثيكنس بتزيد السرعه، كل ما زدت الثيكنس بتزيد السرعه. اذا ما بصير اخذ الفيلوسيتي بدون ما اخذ الثيكنس، مش هيك؟ اذا قسمت فيلوسيتي على دي كاني لغيت ببعض، لغيتهم ببعض، لما بزيد دي رح تزيد في، لما بزيد دي بتزيد في. فهون بناخذ شيء اسمه الفيلوسيتي جريدينت واللي هو مترز بير سكند بير متر. إذن هاي بتساوي تاو على في على دي. في اللي هي بس اي في هون باخذ كونستانت، الكونستانت اللي وصلتها واستقريت عندها. ما بصير ابدا التجربه واقيس في، لازم اوصل عند كونستانت سبيد اللي استقر عندها الوضع وباخذها من هون. وتاو شو بتساوي؟ الشير ستريس اف على اي، وهذه هون في على دي. إذن هاي هي طريقه القياس. لاحظوا انه ميو تتناسب عكسيا مع الفيلوسيتي وطرديا مع دي من هون، بس هي الوحده الصحيحه. خلينا نطلع على الوحدات الان. ايش وحده اف او اف على اي مباشر وحدتها؟ باسكال. هذول ايش وحدتهم؟ في اللي هي متر بير سكند، وهاي متر، فبتصير هاي واحد على سكند، بس السكند بيطلع وحدة الـ absolute أو dynamic viscosity.